نتواجد بمدرسة بوجدور التابعة للمديرية الإقليمية بتاوريرس، والتي حازت على اللواء الأخضر سنة 2019، حيث أننا اشتغلنا هذه السنة على محور التنوع البيولوجي للتجديد، وهو يصادف تيمة مسابقة كعانية مكان مدرسة إيكولوجية. وكنتيجة لانخراط مؤسستنا في برنامج المدارس الإيكولوجية واستمراراً على النهج الإيكولوجي المسطر من طرف النادي البيئي، صرنا نستغل عملية فرز والنفايات لاستغلالها كطعام للحيوانات والنباتات. نتائج مجهوداتنا في محور التنوع البيولوجي وجود حيوانات متنوعة في فضاءات مدرستنا مثل القنفذ، الدجاج الحبشي، البط والسلحفات والأرانب. بمدرسة بوجدور خصصنا حوضاً كبيراً كنباتات الطبية والعطرية، حيث تتواجد نبتة اللويزة ونبتة الخزامة ونبتة إكليل الجبل. ونبتة الميرمية. باك أن خدامي متجلد، واو تركتها زوينة، وعطي واحد منظر زوين. أنا بدك تجي من الخدامة بزاف، تحتش الريحة ديالها ولا المنظر ديالها بين بزاف. وهذا مشجر مؤسستنا، نزرع فيه البذور ثم نسقيها ثم نراقب نموها باستمرار، منها نسك الليل، القصبر، الفول، الفاصوليا، النعناع، الحلبة والذرة. كان يا مكان مدرسة إيكولوجية كانت ولا زالت وستبقى مدرستنا مدرسة إيكولوجية. شكرا إيكو إيكول.